اتفق الوفد النيابي البحريني على وضع خطط تنسيقية برلمانية لتوسيع التعاون المشترك مع مملكة تايلاند الصديقة على مستوى المشاريع الاقتصادية والاستثمار المشترك بين البلدين، هذا بالإضافة إلى التعاون البرلماني على المستوى الآسيوي. التفاصيل في سياق التقرير التالي. اتفق الوفد النيابي البحريني على وضع خطط تنسيقية برلمانية لتوسيع التعاون المشترك مع مملكة تايلاند الصديقة على مستوى المشاريع الاقتصادية والاستثمار المشترك بين البلدين الصديقين، إلى جانب الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها مملكة البحرين لجذب المشاريع التنموية. وأكد الوفد النيابي على أن المرحلة القادمة ستترجم نتائج هذه الاجتماعات من خلال تفعيل التعاون المشترك ودعم المجال الاقتصادي والتجاري والاتفاقيات المشتركة. وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي في أبريل المقبل للاستفادة من المستثمرين ورجال الأعمال بمملكة تايلاند والاطلاع على التسهيلات الاقتصادية التي توفرها البحرين ومناخ الانفتاح. وأكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب على ضرورة خلق استراتيجية برلمانية بحرينية تايلندية لتعزيز التعاون الآسيوي والعلاقات الثنائية المشتركة بين البحرين وتايلند في ظل التطورات السياسية والمتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم. اتفقنا على التنسيق فيما بيننا فيما يخص الأمور التي تهم البلدين، سواء على مستوى البرلمان الآسيوي أو على مستوى البرلمان الدولي، وتطرقنا إلى موضوع وهو موضوع الاقتصاد، واتفقنا على ضرورة حث حكومة البحرين وحكومة تايلاند على زيادة الاستثمار وزيادة العلاقة الاقتصادية بين البحرين وتايلاند. وأيضا تم التنسيق أيضا فيما بيننا فيما يخص مواضيع كثيرة التي تهم أمن واستقرار البلدين، خصوصا موضوع الإرهاب والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول، لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة في أمن واستقرار البحرين وتايلاند. وفيما عبر النائب عباس الماضي رئيس لجنة الصداقة البرلمانية البحرينية التايلندية عن حرص اللجنة لاستمرار تعزيز علاقاتها مع تايلاند الصديقة باعتبارها شريك استراتيجي للبحرين على مختلف الأصعدة، أكد الوفد النيابي أن تايلاند لها مكانة بارزة في التجمعات البرلمانية الآسيوية وخاصة في الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية الآسيوية في معالجة مختلف التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في المنظمتين البرلمانيتين الدوليتين، وبالتالي فإن البرلمان البحريني يحرص على تعزيز هذه العلاقات المشتركة لتوحيد المواقف معهم. تطرقنا إلى مدى الاستفادة من الخبرات التايلندية في الاستثمار في مملكة البحرين وما نقدمه من تسهيلات في مملكة البحرين لجلب الاستثمارات الخارجية إلى المملكة. مثل ما تطرقت كان الاجتماع مثمر و اتفقنا على أن يكون هناك اجتماع تنسيقي قادم في مملكة البحرين في أبريل القادم لمزيد من التشاور ومدى استفادة من المستثمرين التايلانديين في مملكة البحرين. طلبنا منهم إرسال وفود تجارية واقتصادية من رجال الأعمال التايلانديين للمشاركة في التنمية الاقتصادية في البحرين، وأيضا الطبية لما تتمتع به مملكة تايلاند في المجال الطبي. وأيضا اتفقنا معهم بعض الأمور، إرسال وفد برلماني إلى البحرين لتعزيز العلاقات وتوطيدها بين البرلمان التايلاندي والبرلمان البحريني. وتمنى الوفد النيابي أن تنتهي هذه الاجتماعات والمباحثات بنتائج إيجابية تعود بالنفع على البلدين وتحقق مزيدا من التسهيلات التجارية وتوسيع العلاقات وصولا لمرحلة التكامل.